طيب خليني طبعا عشان يعني احنا عندنا لقاء مع اشقائنا في تونس يوم 9 ان شاء الله باذن الله، مواجهه مصريه تونسيه. انا يعني احب جدا الحقيقه الدربيات المصريه التونسيه، هتكون مواجهه مع نادي الاتحاد المنستيري في دور ال 32 في دوري الابطال. بيشرفنا الحقيقه هاتفيا من تونس السيد احمد البلي رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي. بدايه كل الشكر على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك دايما في مصر وعلى شاشه النادي الاهلي. مرحبا مرحبا، كما تقولوا انتم على عيننا وراسنا اخويا في النادي الاهلي وحباء النادي الاهلي والاخويا كل الحضور بالبرنامج وجميع المستمعين، مرحبا بك. اهلا بيك سيد احمد. يعني بدايه تونس الشقيقه ليها عموما يعني بره الرياضه وبره كره القدم معزه كبيره جدا في قلوب الجماهير المصريه، وتبقى طبعا الكلاسيكيات والمواجهات المصريه التونسيه يعني جزء كبير جدا من التاريخ اللي بيجمع بين البلدين. عايز اعرف منك استعداداتكم، طبعا الاهلي هيكون موجود في تونس في بدايه شهر اكتوبر استعدادا لمواجهه الاتحاد المنستيري. بدايه نتكلم عن الاستعدادات، هل حصل تواصل بين اداره الناديين؟ هل تواصلت انت شخصيا مع الكابتن الخطيب؟ وايه استعداداتكم لاستقبال بعثه النادي الاهلي في تونس ان شاء الله؟ صح، اليوم تقريبا صارت اتصالات مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي مشكور، وتقريبا تحدثنا معاه على كل جزئيات التحول فريق الاهلي والبعثه قداش باش يكونوا فيها، وفما كمان عدد من الاحباء اللي هما ضيوف مدينه المنستير وضيوفنا حيكونوا يعني دخولهم حيكون مجاني للملعب، ويعني نجم يتبدل فريق من تونس ولا فريق من مصر، ولكن ديما الطابع يقعد طابع الاخوه والاخوي على المباريات. طبعا الحاجه اللي تفرحنا واللي ديما نسعى باش معناها نخليه جوست منافسه رياضيه 90 دقيقه وبعد 90 دقيقه، يعني ديما نقعدوا اخوه، واحنا متاكدين يعني فريق الاهلي معناها من اكبر الفرق في افريقيا، وانه عنده خبره كبيره برشا بالتنقلات وعنده خبره برشا في الميادين سواء في تونس ولا حتى في ادغال افريقيا. وبالمناسبه هذا نحب انا شخصيا نكون حريص على كامل الوفد، وانه يكون في مدينه المنستير في مدينتنا يلقى كل الترحاب وكل الظروف الطيبه باش يعملوا مباراه ان شاء الله بحذانا، وربي يوفق اللي يلعب ان شاء الله. وبالتاكيد هيكون نفس الوضع هنا، الاستقبال في القاهره على افضل وجه ممكن زي ما عودنا دايما النادي الاهلي. خلينا نروح لحضرتك للمباراه، شايفها ازاي الحقيقه؟ يمكن كنت اتمنى اي مواجهه عربيه الحقيقه بتمنى انها تحصل في دور المجموعات، لانها بتدي فرص مهما كانت نتيجه المباراه بتقلل شويه من حاله التوتر والضغط على اللعيبه والاجهزه الفنيه، وبتدي فرص للفرق انها الفرقتين يعني لو كان فرقتين عربيين في نفس المجموعه بتديهم فرص ان هم الاثنين يتاهلوا. لكن يعني شاء القدر بقى ان احنا نتقابل في الدور ال 32 وعلى واحد من الفريقين ان هم يكملوا. ازاي بتبص للمواجهه دي وشايف ازاي استعدادات الاتحاد المنستيري للقاء الاول في مدينه المنستير؟ والله هي مباراة زي جميع المباريات، يعني تقريبا 90 دقيقة يكون فيها اللي باش يتمكن بأعصابه أكثر، في أحكي على مباراة المنستير هنا. أيوه. اللي باش يكون واقعي أكثر ينجم ينتصر، وإحنا معناتها حتى اللاعبين بتاعنا ولا المدرب ولا الإخوة المسؤولين يعني ما عندناش ضغط، ما نحبش نخليهم على الضغط، يقوموا بواجبهم يعملوا ماتش يكون في سمعتهم في سمعة ناديهم، واللي يصير في النتيجه احنا نقبلوه. بالنسبه لمباراه العوده ما عندها خصوصيات اكثر من ماتش الذهاب، لانه الريزلتات تحكم عليك وانك معناتها تكون التفاعل نتاعك على ضوء نتيجه الذهاب. أيوة. الوقت ذاك لكل حديث. هي ريزلتها هتحسم في القاهره اكيد، يعني ما اعتقدش انه ايا كانت نتيجه مباراه الذهاب يعني هتكون ايه، اعتقد انه الحد الفاصل او يعني النتيجه النهائيه اعتقد هتحسم هنا في القاهره. خلينا اكلمك اكتر على انتداباتكم، انا عارف انكم تعاقدتم كاداره نادي الاتحاد المنستيري مع داركو كوفيتش المدير الفني الاسبق او السابق لفريق وفاق الصيف، شايف ازاي بدايه فترته مع تولي المسؤوليه، وهل في انتدابات جديده؟ لانه انا عارف ان الموسم الاخير اللي قدم فيه اتحاد المنستيري واحد من افضل مواسمه كان في عدد كمان من نجوم الفريق رحلوا عن صفوف فريق الاتحاد.
الفريق مازال متماسك، يعني عدد النجوم اللي راح له تقريبا خرجوا 3 عناصر ووقع تعويضهم 7 عناصر، والعناصر اللي حتى خذت بلاصتهم قاموا بالواجب بتاعهم في المباراة الأخيرة. صحيح يعني ممكن فريق الأهلي يعني بخبرته، فريق الأهلي ممكن زاد اللاعبين بقى لهم أكثر من 4 سنوات تقريبا على 11 لاعب تقريبا 6 ولا 7 لاعبين يلعبوا معهم سنوات، هذا معناه حاجة ممتازة. احنا الحاجة الباقية زاد تقريبا 6 7 لاعبين عندنا يلعبوا مع بعض معنا ب4 5 سنوات، وهذا اللي يخلي وانا معناه اقوله بلغتنا التونسيين تروح الكروي حيكون يعني تروح كويس، يعني تبقى تفرج الكورة وتفرج معناها بني هجوم ولا دفاع يكون متناسقين لاعبين بيناتهم. المدرب ورى شخصيته في المباراة الأخرى وعرف يقف منيح ضد الجيش الرواندي، وعرف كيف يلعب ويحسم مقابلة الرجوع في المونستير. الملعب اللي هيستضيف المباراة هل هيستوعب أو هيسمح بدخول الجماهير بساعة الكاملة للاستاد، ولا في اتفاق معين أو تم تحديد عدد معين يسمح لي حضور المباراة؟ لا، الملعب تقريبا الكاباسيتي حوالي 12000، هيكونوا تقريبا ما يقارب 10000 تذكرة، وان شاء الله باش يكون حفل كروي وعرس كروي كبير وباش نشوف ان شاء الله. ان شاء الله غفيرة ان شاء الله. ده اللي احنا بنتمناه واللي متعودنا عليه دايما طبعا من اشقائنا في تونس السيد احمد البلي رئيس نادي اتحاد المنستيري، كل الشكر ليك وان شاء الله نستقبلك قريب في القاهرة. اهلا وسهلا بيك دايما وكل اشقائنا في تونس.